في إطار الاحتفالات بميلاد المسيح عليه السلام، حيث ترأست اليوم الأمينة العامة النائبة لإزالة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني حفل توزيع هدايا للأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. آدم محمد شرف الدين. يعتبر عيد ميلاد المسيح المجيد من الأعياد الرسمية للمسيحيين في العالم عامة والبلاد خاصة، وبهذا قامت اللجنة الإدارية المكلفة بالأطفال المؤقين بتنظيم حفل تم خلاله توزيع هدايا رمزية بهذه الذكرى التي تدخل السرور والبهجة في النفوس، وخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في موضع ذي صلة، حيث تم تدريب عدد من الأطفال المؤقين في مجالات الخياطة والتطريس والفنون. تم أيضا لهؤلاء تقديم جوائز تشجيعية ودمجهم في الحياة العامة. رئيس اللجنة الإدارية قدم تحانيه الخاصة بمناسبة نهاية عام الميلادي، مؤكدا بأن اللجنة ستعمل جاحدة من أجل رفاهية الأطفال المعاقين وتحسين أوضائهم. من جانبها، الأمينة العامة النائبة لوزارة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني مودلباي أبولين أوضحت بأن الوزارة تشجع وتدعم نشاطات المعاقين إلى مزاولة الحرف الصغيرة والاعتماد على أنفسهم، متمنية لهم عيد ميلاد سعيد لكل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا وفي نهاية المناسبة، قامت الأمينة العامة النائبة لوزارة المرأة ورئيس اللجنة الإدارية بزيارة إلى المعرض المخصص للأطفال للوقوف على منتجاتهم وإبداعاتهم. كما قدم اليوم أعضاء نادي روتاري بالتعاون مع قيادة البرخان الفرنسية هدايا لأطفال مدرسة اليادي سافا بقرية رأس الفيل. المناسبة ترأس رئيس النادي فرع تشاد حسن سيلا بكري بحضور رئيس نادي روتاري الدولي باسكال جودي، تقرير ابتسام موسى عبد الله وقراءة أحمد خميس جمعة. إن عملية رسم الفرحة والسرور في وجوه الأطفال في المناسبات والأعياد تعطي وتترك نكهة خاصة في نفوسهم، فنادي روتاري دأب على مشاركة الأطفال وتقاسم الفرحة معهم في المناسبات الكبيرة وغيرها. أطفال مدرسة ليادي سافا الكائنة بقرية رأس الفيل هم من تلقوا هذه المرة الهدايا التي قدمت من قبل نادي روتاري بالتعاون مع قيادة عملية البركان الفرنسية المتمثلة في المعدات المدرسية ومواد غذائية وملابس للأطفال. نوصف لوكال شعب الشعب هكينا لا هنا كروتاري هنا تشاد وهنا فرنسا ما ناس أنا بركان دا استفقنا عشان نساعدو لإكل أنا رأس الفيل في ليلة أنا مولود أنا إيسا المسيح. قلنا واجب نجيب لهم ريا شيا، يعني شغلنا ما كثير، إن شغلنا بسموه الفقراك ما هقراك. شيخ قرية رأس الفيل جد عمر بدوره عبر عن فرحته بهذه الهدايا والتي تزامنت مع مناسبة الاحتفال بعيد المسيح المجيد، وفي نهاية الحفل تحصل كل طفل على هدية رمزية من الجهات الداعمة. استعد المسيحيون هذه الأيام للاحتفال بعيد المسيح عليه السلام، وفي هذا السياق فقد تجول فريق من التلفزيون في بعض الأسواق والمحلات التجارية للوقوف على هذه التجهيزات، وكان برفقة الفريق الزميل ياسر محمد أحمد الذي وافانا بالتقرير التالي. الجمينة تستعد للاحتفال بعيد رأس السنة وملامح العيد واضحة، حيث اكتظت المحلات التجارية بالمواطنين للتبضؤ من أجل عيد الميلاد المجيد أو ما نسميه عيد الأطفال، لأنه فرصة لتقديم الهدايا كالملابس والجزم والألعاب وغيرها، كما عبرت إحدى البائعات. كان بريباري فيت أنا فين داني مع نويل، وفي نويل ده كل كان أنا يال ده قال سوق آخر أنا ناس كبار لسه كم بنا أنا لسه ده كان أرجم وقرصة كلها ما خالي بين. وخلال أيام هذه المناسبة الاحتفالية فإن أسعار المنتجات في الأسواق ترتفع نوعا ما، هذا ما يؤكده بعض من الزبائن. ما مقاسي لكن قوس كل ما فيه ونشكو شوفو كيكو ما مقاسي ده ولا ما نقدر نبو وما بينا كثير كما مدابي وقاسي في السوق
الروب ده ألقان بوب أبي ألف وربعمية دول ألف وخمسمية دول أسدا أربعة ألف دول خمسة ألف دول جروس كل ما فيه وأنا كل مسوشنو. وفي نفس هذه المناسبة فإن صالونات التجميل ترتادها النسوة كثيرا في هذه الأيام لأجل التجميل والزينة والحناء استعدادا لاستقبال مناسبة العيد. سيز مزير ده رجال لقال سو ماله قال كه جروس ما في كلام سيز مزير ما جاي أنتو أمين جروس كلي ما شتو سوفنام داي سو ماله كلا أمين ما جاي يجوا في سلواجنا. هذا ونلاحظ في كل مواسم الاحتفالات برأس السنة يتوجه جل الاهتمام من قبل الأهل، لكن هل يكون ذلك مصاحبا بهدايا أو دونها؟ نتمنى عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير. كما تشهد هذه الأيام شركات السفر والسياحة ازدحاما ملحوظا من قبل المسافرين إلى أقاليم البلاد المختلفة للاحتفال بأعياد ميلاد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية مع ذويهم في المدن والقرى. وفي هذا السياق فقد عد الزميل حسن جد عمر التقرير التالي. إن عملية تقاسم الأفراح في المناسبات الكبرى بين الأهل والأصدقاء لا تكمن في المدن الكبرى فقط، بل أن لها طعم خاص في القرى والأرياف بالنسبة للقاطنين بها. فالقرويين حتى وإن كانوا في المدن يفضلون قضاء أيام العيد في الأماكن التي يعتادها. فالملاحظ هذه الأيام أن محطات السفر والسياحة بمختلف أنواعها تشهد ازدحاما كبير مع اقتراب الاحتفالات بعيد ميلاد المسيح عليه السلام وكذا احتفالات رأس السنة. فغالبية هؤلاء المسافرين ينوون الذهاب إلى مسقط رأسهم من أجل تقاسم الأفراح مع ذويهم. وعلى الرغم من حلاوة الاحتفال في العاصمة أنجمينا إلا أنهم يفضلون الاحتفال في مدنهم وقراهم. يا ترى ما هي الأسباب؟ هكذا هو الحال في جميع الوكالات مع اختلاف وجهات المسافرين هنا بهذه المحطة. وعلى حسب شهادة العاملين بها لم يكن العكس، إلا أن الإقبال لم يكن كالمعتاد نتيجة لعدم السيولة المالية التي تعيشها البلد. والله ما شاء الله وين كان ما زي زمان في نوع من التأثير، لكن يعني الحمد لله كويس يعني برغم من ذلك، لأنه لازم الناس تزور الأهل وكده برغم الظروف وكده الناس قد بتمشي، ونها كمان نفهم ظروف الود العايش في البلد الآن، عشان كده نحن نتعامل معهم بصورة يعني أحسن يعني نعاملهم إذا كان يعني زول ما كده ما عنده ذاته إذا كان نص يعني إنه لازم الفيت ناس لازم يعني زول يمشي فيته يعني فدي. وبالذات في فيت في مثل هذا الفيت في كل سنة نحن عندنا بعض التسهيلات للشعب على أساس إنه يكونوا مقبلين. وعلى خلاف من يسافرون من العاصمة إلى بعض أقاليم البلاد من أجل الاحتفال بهذا الحدث، يأتي آخرون من نفس المناطق للاحتفال هنا بالعاصمة أنجمينا، والتي يرون أن حضور كبرى الاحتفالات فيها له شكل مغاير. التقت اليوم الزميلة ابتسام موسى عبد الله بقس الكنيسة الكاثوليكية الكائنة بحي أبنا، وسألته عن أهمية الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، فرد بالحديث التالي. نويلة هو يوم عيسى شال يزن جاء من دنيا، من يوم ده ولد ولد أنا عيسى ده وشك من ولد أنا ناس بولدوم ده أنا عيسى ده شك، لكن إيشان عيسى هو ما عند أبوا أنادم أبوا في يابي من الله وفي روح القدس بس يا أنا إيزا أم إيسا
شال قلبان وولد إزدا وما ونادم ما في هو شال إزنا أنا نادم بس لكن هو ما نادم ويتو ليب أنا نويل الجاين السودا جاين السو إيشان هودا يوم الكبير من اليومات يوم الكبير دا قالين السو بالفران نسو ندرج اسمنا على إيشان هو يوم أنا إيشان على وري أول قبل ويوم دا جاء وولد دا في كتاب أنا إسايا إسايا سبعة هيا عشرة وأربعة دا بس كلام دا عاجي فوق أول مثل سنة سبع مئة كي قبل قبل ولد إيسا دا وهو إيسا ما ولد مثل ناس ما فيه ولد أنا ودا بقدر أنا إيسا ده بس ولد هو شال درب أنا أنا بني واي الليسا ما يرفع راجل ولقيا قلبان وهي بس ولد إيسا ودرب على شالا قال دلي فوق في دنيا أسر ناس وواكي ده بس فاكا درب أنا كاليس للناس كلها وودا مثل على قام من سما وجا للناس في الدنيا